احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن السيشن وعرفنا علاج الانتيبيوتيك، الكلام ده قلنا بقى المره اللي فاتت ان هو ايه حاجه مهمه. طيب بس ايه المثال اللي فات ده بتاع البيرسون والسيشن والكونتكست هنرجع له ثاني في يوم من الايام، فانا اتمنى ان انت تبقى ايه مذاكره كويس. طيب النهارده عايز اتكلم عن حاجه انت بتعملها وانت ما انتش عارف اسمها ايه بقى. عارف انت لما تخش على الفيسبوك وتعلم على الشيك بوكس ونقول له ايه كيب مين لوجن خليني لوجن. طيب عارف انت لما تخش على المنتدى وتقول له ريمبر مين، الحاجه دي احنا عايزين نتكلم ايه ريمبر مين. هقول لك بقى ايه اللي بيحصل. حضرتك لما بتفتح الفيسبوك هنا ركز معايا، السيشن خد بالك السيشن بتنتهي لما البراوزر يتقفل. خلاص السيشن تنتهي لما البراوزر يتقفل. اما لما انا رحت كنت عامل كده في الفيسبوك، انا عامل كده فيسبوك طيب هيفتح ودخلت اليوزر نيم والباسورد وقمت معلم على التشيك بوكس اللي تحت ده. التشيك بوكس اللي تحت ده التشيك بوكس ده بيعمل ايه؟ انت مثلا كنت رايح معلم عليه ايوه وكتب اليوزر نيم والباسورد وقمت عامل لوجن ودخلت تمام و100 وانت خارج قمت قافل البراوزر كده ما عملتش لوج اوت ما عملتش لوج اوت وتيجي تفتح تاني بعد كده ما عملتش ايه؟ لوج اوت وتيجي تفتح تاني وتكتب فيسبوك مش ده براوزر ايوه وتيجي تفتح تاني اهو تلاقيه ما يقولكش دخل اليوزر نيم والايه؟ والباسورد امال بيتعرف عليك بيتعرف عليك على طول بيدخلك على طول على الاكونت. وصلت الفكره اقول تاني حضرتك لما تفتح الفيسبوك من اول مره تكتب اليوزر نيم والباسورد وتعلم على كيب لون النيل ايه اللي بيحصل؟ بتخش وتتعامل. طيب عايز تمشي بقى تعمل ايه؟ بروح اقفل كده ما مش هعمل لوج اوت. لما تقفل كده وترجع تاني وتفتح الفيسبوك بيدخلك على طول. ليه بقى؟ عرف منين ان انا هو انا؟ وصل؟ انا بتكلم في حاجه اسمها ايه؟ بص كده معايا. خدت بقى البراوزر؟ اقرا كده معايا. بص لو ضغطت على ديليت يقول لك هيمسح الهيستوري وحاجه بيقول عليها ايه؟ الكوكيز. حاجه بيقول عليها ايه؟ الكوكيز. وصل الفكره؟ الكوكي ده هو موضوع النهارده ان شاء الله. الكوكيز هي عباره عن فايلات تكست يتم تخزينها على الكلاينت. يعني ايه على الكلاينت؟ على الجهاز بتاع الموقع. عشان كده بيقول لك امسحها ولا لا. وصل الفكره؟ يتم تخزينها على الكلاينت. ليه؟ علشان لما تروح تكلم السيرفر بعد كده تاخد معاك انت رايح لايه؟ اديكوا الكوكيز فيتعرف عليك. طيب بيتعمل ازاي عشان ما اطولش عليك؟ يبقى انت بتستخدم في ايه؟ ان انا اللي انا كسيرفر ايوه اتعرف على اللي جاي اتعرف على اللي جاي ما اسالوش. لا لو هو يعني لو انا عارفه انا هدخله على طول. طيب حاجه زي دي نعملها ازاي؟ بص كده معايا زي في المثال ده هنرجع له في يوم من الايام. طيب كليك يمين نيو بص بص هعمل صفحه اتش تي ام ال هسميها مثلا كوكي بيج بلاش كوكي بيج عشان ما اقولش ان هي اتش تي ام ال هسميها مثلا بيج واحد ماشي. وبعدين بيج واحد دي بتعمل ايه؟ بص اوكي وبعدين بص ده هيحصل بص بص حاجه هنا اهو في الزرار احط الكونتكست الاول اهو وهسميه مين؟ وبعد كده احط بطن ولا مين؟ ماشي كده وهقول له
4 معايا شباب؟ طيب انا كده عملت ايه؟ عملت انبوت تكست مظهر بيبعت على ايه؟ على سيرفر. السيرفر دي بقى ايه اللي بيحصل؟ هسميها بوت كوكيز. عشان تعرف الكوكيز دي يعني بتعمل ايه بالظبط لازم تشوفها في المثال. اقول له فينش واروح على الصفحه واجي هنا في الكورة اكشن وودي تعالى بقى هنا. هنا لقيت السيرفر دي هتعمل ايه؟ السيرفر دي هتعمل حقه جميله جدا. بص اول حاجه تستقبل البيانات مش مشكله خالص. قول لي ريكورد. نعم بيت بارامتر البارامتر اسمه نيم وبعدين string int. طيب وبعدين طيب هقول له هنا ويلكم فلان خلاص كده ماشي. طيب ويلكم دي كلام فعلا طبعا حلو. بس انا هعمل ايه؟ احط له في الريسبونس اللي هيروح له كوكيز. احط له في الريسبونس اللي هيروح له ايه؟ كوكيز. ليه؟ بحيث بعد كده لما يجي يتكلم معايا اعرف هو مين مباشره. ازاي؟ بص كده بص كده عشان لو انت مش متخيل الوضع انا البراوزر بتاعي اهو هيدخل اسمه ويقول اوكي ماشي. طب وبعدين هيبعت على سيرفر السيرفر الثاني ماشي جميل جدا. السيرفر دي هتعمل ايه؟ المفروض لما يبعت هيبعت اسمه جميل قالت ايه؟ قالت واخده اسمه وهترجع تقول له ويلكم فلان. حلو بقى بس مش كده وبس. امال هتبعت له كوكيز. كوكيز دوت البراوزر يعمل له ايه؟ يسيفه عنه اوتوماتيك. جميل جدا. جت الحته الاولانيه طيب اهو شوف ايه اللي بيحصل. هروح اقول له ايه؟ شوف بقى بيتعمل ازاي؟ عمل كده بص كوكي سي واحد بيساوي نيو. الكوكي بياخد منك ايه؟ بياخد منك الاسم اسم الكوكي والفاليو. هقول له مثلا نيم الفاليو ايه؟ الام. عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل قال لك ان انت عملت كوكي له اسم نيم ولو القيمه اللي هي ابراهيم اليوزر ده ايه؟ اليوزر هو اللي ايه ده؟ طيب وبعدين؟ نحط له حاجه اسمها ايه بقى؟ سي 1 نوت 6 ماكسيموم ايج. يعني ايه؟ يخلق كده هتقول للبراوزر احتفظ بيه لمده معينه لزمن الثواني. لزمن الايه؟ بالثواني. لو انا عايز اقول له مثلا 24 ساعة عايز احتفظ بيها كام؟ 24 ايه؟ ساعة. اقولها له ازاي؟ 60 في 60 في 24 يحتفظ بيها 24 ساعة. شو مين انت بقى؟ وبعدين اقول له يا ريسبونس. لا انا عايز احتفظ ريسبونس دوت اد كوكيز اهي خلاص خلاص وصل الفكره. وصل طبعا. اعمل سيف واعمل رن. شفت اف 6
ممكن تشتغل على اي براوزر، ما فيش حد يقول لي مثلا انت شغال على براوزر معين، ممكن تشتغل على اي براوزر. اهو يعني عادي يعني على الكل. اهو ماشي، ممكن تقفل ده تفتح حاجة تاني. بس خد بالك بقى ايه، البراوزر اللي انت فاتحه هو اللي هيخزن الكوكيز، هو اللي هيشغل، هو اللي هيخزن الايه؟ الكوكيز. ده انا هيعمل ايه بقى؟ مثلا ابراهيم الاداب جو هيقول لك ويلكم، ايوه بس البراوزر ده جاله كوكيز هو ايه؟ خزنها، هو خزنها. حلو، عايز اعمل ايه بقى؟ المرحله الثانيه عايز اعمل صفحه ثانيه خالص بحيث يعمل للسيرفر الثانيه خالص. السيرفر دي بقى نشوف لو في كوكي ترد عليه على طول تقول له ويلكم ايه؟ ابراهيم الاتحاد. وصل الفكره؟ وصل؟ اه تمام. تمام صح؟ صفحه ثانيه خالص. ايوه بيج 2. واحد يقول لي طب انا ممكن اشتغل على نفس الايه؟ الصفحه واخلي نفس السر تشوف لو في كوكي تقول له على طول ويلكم، بس انا حابب اعملها لك دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه. طيب نحط هنا فور. اوكي. وبعد كده نحط بس بطن، بس بطن بحيث لما اتكلم هيبعت على سيرفر، سيرفر تاني نيو، نيو ايه؟ سيرفر، نيو سيرفر هسميها مثلا جيت اول كوكيز والباكج الانفورميشن، ونشوف بقى هنتعامل مع الكوكيز ازاي. تمام، نروح على الصفحة بتاعت البيج هنا، نروح في الاكشن اهو اهو اهو، نشيل مين؟ نشيل. حلوة دي بقى. المفروض تعمل ايه؟ المفروض بقى تاخد هنا وتقول له ويلكم فلان على طول من غير ما ابعت لها حد، تتعرف عليا على طول. الكوكيز بتستخدم ان انا اتعرف على اليوزر. تمام. ازاي بقى؟ ازاي اجيب الكوكيز؟ هقول له ايه؟ مبدئيا اعرف متغير كوكي اهو كوكي بيساوي نار. انا عايز النيم لسه مش معايا، خليني ايه؟ ده طيب. وبعدين؟ وبعدين اقول له ايه بقى؟ يا ريكوست لو سمحت الكوكيز اللي جايه جايه فين؟ الريكوست. هقول له جيت كوكيز، هات لي كوكيز. ترجع بقى لايه؟ ترجع بكل الكوكيز. طيب انا عامل اري نوع كوكيز نسميها ايه؟ كوكيز بكل الكوكيز اللي جايه. وصلت الفكره؟ حلو، يبقى حاجه اهو ده النيم اللي انا عايزه، ده النيم اللي انا ايه؟ عايزه. طيب لحد كده انت معاك كله وصل؟ حلو. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا عايز النيم بس صح ولا لا؟ يمكن انا بعد النيم والايدج والسر. لا يا عم انا عايز النيم،
اعمل ايه؟ اظن الاجابه واضحه، هعمل فرجو مش محتاجه دي بقى، صح ولا لا؟ هقول الاي بي يساوي زيرو لحد الاي اقل من كوكيز دوت ايه ها؟ دوت ايه؟ لينس. حلو، خد بالك بقى اللي مش واخد باله ايه؟ الاريه ايه؟ الاريه دي نوعها ايه؟ كوكي. هو مثلا على مثلا يعني جايب اثنين، يبقى الاريه دي هيبقى اندكس زيرو اندكس ايه؟ واحد. طيب هنا هيبقى في اوبجيكت من النوع كوكي عنده نيم وعنده فاليو، انا اللي حاططهم اهو اهي، انا اللي حاططهم في اهي، عنده نيم وعنده ايه؟ فاليو. وصلت الفكره؟ طيب هاجي بقى هنا اقول له ايه بقى؟ كده لو على اول واحد اقول له ايه؟ اقول له لو اف لو ايه؟ لو الكوكي لو الكوكيز اوف اي لو كوكي اوف ايه؟ اي مالها؟ لو كوكي اوف اي بوت جيت نيم يبقى الكوكي عنده ميس اسمها جيت ايه؟ نيم دوت ايكوالز بتساوي نيم يبقى انا عايز ايه بقى؟ وصلت الفكره؟ اقول له ايه؟ لو هو لو الكوكي اللي انت واقف عليه ده اسمه نيم ايوه لا ده انا عايز الفاليو ده انا عايز ايه؟ الفاليو يجيبها ازاي؟ ده خلاص اهي كوكيز اوف اي بط زي ما في جيت نيم اكيد فيها تلاقي حاجه اسمها جيت ايه؟ جيت فاليو بيرجع بالسترنج على طول اقدر اجيب النيم بقى على طول سترنج الام بيساوي مبدئيا بايه؟ بنمبر لحد هنا بقى ايوه اقول له الام بيساوي ايه الكلام ده؟ وصل لو كنت عايز الكوكيز ايوه خلاص يبقى حط الكوكي هنا لا مش محتاج خلاص وصل الفكره؟ وصل؟ طب الان ده لا طب انا عايز ابعته ابعته ازاي؟ اقول له ويلكم فلان ويلكم فلان ويلكم فلان اهي فلان سلاش سلاش دي هنا دي اقول له هنا ويلكم فلان فلان دي لا نعملها ازاي؟ الاسم اللي انا جايبه منين؟ وصل؟ اسيرش على الكوكي اللي انا عايزه ولو طلع اللي انا عايزه بالاسم اللي انا عايزه اجيب الفاليو ده. وصل؟ اروح بقى اعمل رن للصفحه الثانيه شيفت اف 6 بس لازم رن من خلال البراوزر الايه؟ الثاني. معايا يا شباب؟ لازم رن من خلال البراوزر الثاني ده مش مخزن الكوكي معايا يا شباب صح ثانية لو قال له جو هيقول لي ويلكم من قريب تعرف عليا هم ان شاء الله وصلت الفكره؟ وصل؟ طيب ايه بقى فكره اللوج اوت؟ اللوج اوت فكرتها ان انا لما اضغط على اللينك اللي بتعمل لوج اوت اموت الكوكيز اموت الايه؟ الكوكي اسيبك تفكر ازاي تموت الايه؟ ماشي كده؟ هسيبك تفكر ازاي تموت الايه؟ الكود. ماشي؟ طيب كده احنا عملنا ايه؟ عرفنا الدنيا ماشيه ازاي؟ عملنا مثال بيوضح الكوكيز ويعني استخداماتها في ايه؟ بس اديت لك كده حته تفكر فيها اسمها ايه؟
ازاي ان انا اعمل لود اوت، او بمعنى اصح فكرتها ان انا لو قدرت ان انا ايه ابعت من البراوزر اقول له موت الايه الكوكيز اللي عندي. هي دي فكرتها، ان انا ابعت من البراوزر اقول له موت الايه الكوكيز. انا بعت له قلت له سيت ماكسيمم ايج حطها 24 ايه ساعه. لا لا انا عايز ابعت له اقول له ايه لا 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 موتها. وصل يبقى سيت ماكسيمم ايج كام؟ اظن انا حليتها كده. وصل الفكره وشكرا والسلام عليكم.